ربع سيارات الدفع الرباعي المدمجة في أوروبا مزودة بمحرك ديزل موفر للطاقة، ومع سيارات سي آر في ومحركها آي دي تيك تقدم هوندا نموذجاً اقتصادياً أيضاً. محرك الديزل هذا طور خصيصاً للسوق الأوروبية، ويتم صنع السيارة في مصنع هوندا في سويندون البريطانية. التوجيه غير مباشر بعض الشيء، رد فعل السيارة على تضاريس الطريق غير كاف، وعند تشغيلها بالدفع الأمامي فقط فإن قوة الجر على المحور الأمامي تحتاج إلى بعض التحسين. تحويل السرعة سلس، مسارات نقل قصيرة دون تعثر، 6 سرعات أمامية، هكذا يجب أن يكون. تمتلك السيارة ميزات السيارات الرياضية متعددة الأغراض من حيث القوة والتصميم، وبنفس الوقت يتمتع صاحبها باقتصاديتها العالية. معدل الاستهلاك يبلغ 4.5 لترات فقط. لوحة القياس المدمجة مع مؤشر السرعة الكبير في الوسط تمكن من القراءة بسهولة. لدي هنا زر إيكون، عندما أضغط عليه يظهر ضوء أخضر يشير إلى توفير الوقود، وكلما ازداد خضرة كان ذلك مؤشرا على توفير أكثر للوقود. إنها ميزة لطيفة. وإذا التزم السائق بتعليمات وضعية إيكون فيمكنه أن يسير لمسافة 1289 كيلومترا دون حاجة للتزود بالوقود. ما يربكني قليلا هي الأزرار والمفاتيح الكثيرة على المقود. لدينا هنا على اليسار 3 أزرار وهنا 4، وعلى اليمين مثلها، ليكون المجموع 14 زرا، وفي الأسفل لدينا على اليمين واليسار 6 أزرار، وهكذا نرى 20 زرا على المقود. الهدف هو قيادة رشيقة ومريحة، ما يعني تصميم الحيز الداخلي المحيط بالسائق بشكل يناسب ذلك، مكان واسع ومريح وبنفس الوقت أداء عالي باستهلاك منخفض. ولمزيد من التنوع والراحة جاء المقعد الخلفي بنظام خاص، بفضله يمكن طي المقعد الخلفي بحركة واحدة لتتحول سيارة CRV التي تتسع عادة ل5 أشخاص إلى وسيلة جيدة لنقل البضائع. إحدى الخطط الرئيسية لدى هوندا هي تخفيض الأجزاء الميكانيكية لتأمين حيز أوسع للركاب. هكذا يقدم الجيل الرابع من CRV نموذجاً عملياً عن كيفية تصغير الأبعاد الخارجية للسيارة دون تضييق الحيز الداخلي. فمثلاً الزجاج الأمامي تم تقطيمه 6 سنتيمترات إلى الأمام، وهكذا جرى تضييق غرفة المحرك وصارت النظرة إلى الأمام شاملة أكثر والقدرة على المناورة أسهل. محرك ID Tech التوربو يعمل بالديزل وبسعة 1.6 لتر وعزم دوران 300 نيوتن متر، ويسرع السيارة إلى سرعة 100 خلال 11 ثانية تقريبا. بالمحصلة فإن هذه السيارة ليست سيارة سيئة، فقط قوة الجر الضعيفة على المحور الأمامي خيبت أملي قليلا، ولذلك أنصح بشرائها بنظام دفع رباعي، لأن ذلك لا يحسن الجر فحسب بل أيضا القدرة على السير على الطرق الوعرة، وهكذا تقدم السيارة أداء مناسبا.